مستثمر من الجالية المغربية يفجر فضيحة تخص البرلماني محمد مبدع. شاهد التفاصيل. فجر مستثمر مغربي يعيش بالمهجر فضيحة من العيار الثقيل، حيث اتهم محمد مبدع رئيس بلدية الفقي بن صالح بابتزازه لبيع المقهى التي يملكها في وسط المدينة. وقال المستثمر المغربي المقيم بالمهجر قرابة 40 عاما في تصريح للصحافة الذي فضل استثمار أمواله في المغرب بدل أوروبا: إن مبدع طلب مني بيع المقهى التي تتواجد في مكان استراتيجي وسط المدينة، وحين رفضت بدأ في مسلسل الانتقام من خلال وضع سور محاذي للمنزل وتمرير الواد الحار بالقرب من المقهى، لأن مبدع توعد بتحويلها إلى زبالة بعدما رفضت تفويتها لها. واتهم المستثمر المغربي مبدع بتغيير تصميم التجهيز المحيط بالمقهى للتضييق عليه والانتقام منها بعدما رفض بيع المقهى التي كانت تدر أرباحا تصل إلى أزيد من 10,000 درهم يوميا. واتهم المستثمر أن رئيس بلدية الفقي بن صالح تلاعب في التصميم بدون سند قانوني للتضييق على مصدر رزقها، الأمر الذي تسبب في تراجع مداخيل المقهى وتشريع عدد من العمال. وأضاف المستثمر أنه يمتلك كل الرخص التي كانت تؤكد استغلاله للفضاء المقابل للمقهى ويؤدي جميع واجبات الاستغلال للجماعة، إلا أن طمع مبدع في المقهى حول حياته إلى جحيم. يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر في الساعة الأولى من صباح يوم الخميس الماضي إيداع الوزير المغربي السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية المعارضة محمد مبدع السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات الفساد وتبديد أموال عمومية. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.